بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الداخلي هو ذاك الشعور بالسكينة والأمان، لطالما بحث عنه الإنسان ولم يجد إلا قلة سبيله إليه. تريد أنت أيضا السلام الداخلي، تريد النجاح، تريد الشعور بالطمأنينة أينما كنت وكيفما كنت. الطريق سهل والدستور موجود لكل زمان ومكان ولكل إنسان. دعنا في رمضان نعيش كل يوم أحد طرق النجاح وكيف نملأ الخزينة بالطاقة الإيجابية. انتعش معنا كل يوم واروي ظمأك من أجمل دستور في الحياة، ودع شمس الحبيب تشرق في صدرك كلما سرت على خطاه. أهلا بكم معنا في شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. الرحمن الرحيم، أهلا بكم إخوتي في حلقة جديدة من سلسلة شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذا القصة اليوم، يروى عن أبي موسى الأشعري أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتنا. فآتاه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: سل حاجتك. فقال الأعرابي: ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال موسى: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله، أي عهدا ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، أي بدنه، لأن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، كما صح بذلك الخبر عن خير البشر. قال موسى عليه الصلاة والسلام: فمن يعلم موضع قبره؟ قيل له: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فقال: دليني على قبر يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن اعطاها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع الماء، ودلتهم على المكان، واستخرجوا الجسد الشريف، وإذا الطريق مثل ضوء النهار. فوائد كبيرة وعظيمة من القصة، أذكر ثلاث. إذا الأولى تتعلق بالهمة العالية. إذا أيطلب منك خير البشر ما حاجتك وتكتفي بطلب ناقة وأعنز؟ هنا يظهر جليا أن الكثير لا يغتنم الفرص حقها والتي تكون موجودة في الحياة، فالتفكير المادي البسيط يجعله يطلب أشياء بسيطة، بينما كان بإمكانه طلب أكثر من ذلك بكثير. فهنا الفرق بين من يطلب ناقة وبين من يطلب مرافقة الرسول في الجنة. فإلى متى يرضى الكثير منا بضعف الهمة وفتور العزيمة؟ وطبعا المطلوب رفع الهمة والطموح، فبدون همة عالية لا نبني أمة ولا نصنع حضارة سامية. الفائدة الثانية، إذن الفرص في الحياة تكون بشكل دائم. الفرق بين الناس أن هناك من يراها ويقتنصها، وهناك من لا يشعر بها لأنه مشغول في دور الضحية ويفكر في ضيق عيشه، منتظرا دائما الحلول من العالم الخارجي، وبدل أن يسأل عن السؤال كيف الذي سيجعله يرى الفرص والحلول التي يرسلها إليه الله سبحانه وتعالى، يلطم حظه العاتر ويطرح دائما السؤال: لماذا أنا؟ وطبعا المستيقظ والذي له وعي كبير يستعد للفرص ويضيف إلى معلوماته كل يوم
قدرات وأشياء جديدة تجعله قادرا على استغلال وفهم الفرصة حين تتاح له. وأخيرا يجب أن لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا كل ما في الأرض، لكن أغلب الناس تحدد ما تريد من خلال اعتقاداتها وأفكارها وسلوكياتها. فالتمتع بالوفرة هو مجموعة أشياء نبرمج عليها الأفكار والسلوكيات، حيث نكون في حالة استحقاق فنجذب إلينا كل ما هو جميل والوفرة. فنطلب الله من سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوفرة في كل شيء. ونهاية هذه الحلقة، موعدنا غدا إن شاء الله، ولندع شمس الحبيب تشرق في صدورنا.